أحلام تحتفل بعيد ميلاد زوجها مبارك الهاجري بطريقة غريبة، والأخير يتخذ هذه الخطوة بسبب تصرفها الصادم. مكاني بين النجوم ما عارف شكل الظما وما. احتفلت الفنانة أحلام الشامسي بعيد ميلاد زوجها مبارك الهاجري بطريقة مفاجئة له، إذ كانت هذه المناسبة منذ يومين ماضيين، وتداول عدد من جمهور ومحبي أحلام الشامسي مقطع فيديو عبر موقع إكس من احتفال الفنانة بعيد ميلاد زوجها. وظهرت أحلام الشامسي في الفيديو وهي تستقبل زوجها لحظة دخوله للمنزل، ليتفاجأ بوجود قالب حلوى ارتفاعه متراً، وقالت له: عيد ميلاد سعيد يا عمري وروحي. Happy birthday to you حبيبي. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. كما وشاركت الفنانة الإماراتية مقطعا آخر رفقة زوجها ظهرت فيه وهي تطلب منه أن يشتري لها شنطة كان قد وعدها بها في وقت سابق، ليرد عليها مبارك مازحا: أنا أول مرة أشوف واحد عيد ميلاده ويشتري شنطة. اليوم عيد ميلادك يعني لازم تدلعني. عيد ميلاده ويشتري شنطة. لا حبيبي، اللي عيد ميلاده يشتري شنطتين. يذكر أن في آخر آب أغسطس الماضي تصدرت الفنانة أحلام للترند المصري ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أخبار انفصالها عن زوجها مبارك الهاجري، ورغم نفي زوجها مبارك شائعة انفصالهما عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة إكس، إلا أن أحلام أيضا قررت نفي تلك الشائعة بنشر صورة تجمعها بزوجها مبارك الهاجري، وعلقت عليها قائلة: مع بعض إلى الأبد. وعلى صعيد آخر، فقد انتشر سابقا مقطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي أثناء قضائها إجازة مع عائلتها. وفي التفاصيل، فقد نشرت صفحة مهتمة بأخبار المشاهير على حسابها عبر إكس مقطع فيديو لأحلام يوثق انزعاجها من تصرفات البعض أثناء سفرها، حيث قالت: طلعت أنا وبناتي للمول ما قدرنا، كل اللي حوالينا يصورون بشكل فظيع. طيب صوروني أنا، بناتي ما أبي أحد يصورون، ما أحلل. وطالعين رايحين تمشى، نزلنا شوي نروح المول ما قدرنا. وتفاعل الجمهور مع الفيديو، فانقسمت التعليقات على الشكل التالي: أبسط حقوقها صراحة، لكن وش تسوين المرة الثانية؟ حاولي تحطي حدود أكتر بينك وبين الناس. والبعض الآخر قال: حرياتك تنتهي عندما تبدأ حرية غيرك، فالمفروض هي مشهورة بس بحق لها تستأنس هي وعيالها من غير إزعاج، والمفروض يستأذنون منها قبل ما يصوروا. مكاني بين النجوم ما عارف شكل الظما وما. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.